برحب بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة، أبدأها معكم بأهم العناوين. السيسي يشهد احتفالية عيد العمال اليوم، ونقابة العمال تصدر ميثاق شرف يتضمن رفض الإضراب واحترام الشرعية. ارتياح شعبي واسع بعد إخلاء ميدان رمسيس من الباعة الجائلين وعودة الوجه الحضاري، والباعة يرحبون بقرار نقلهم مؤخرا. الأهلي يلتقي المقاولون اليوم، والزمالك يواجه حرس الحدود ويتوصل إلى اتفاق مبدئي مع شيكابالا.